فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبدأ الإرسال هذه الليلة. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الحقيقة يسعدنا ويشرفنا الحضور زواج الأخوان موسى وعثمان أبناء العم صديق، وأيضا كذلك ابنة العم صديق على الأخ العريس أبو بكر. من اللعيبة الأوفياء النادي القلعة، وأتمنى له حياة سعيدة في المرحلة القادمة، وإن شاء الله نرجع لنا بعد الجواز أحسن وأفضل بإذن الله. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير، أتمنى حياة سعيدة بالرفاة والبنين إن شاء الله. ألف مبروك وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وإن شاء الله عقبال يا رب، عقبالك أنت كمان. حياة سعيدة يا رب، ويوفقكم إن شاء الله في حياتكم القادمة، عقبال كل العزابية يا رب. ألف مبروك يا موسى، وربنا يجعله زواج سعيد ويرزقك بالذرية الصالحة يا رب. Thank you very much. I very appreciate it to invite me in this occasion. I'm sorry because I cannot speak the language you like to speak. So I'm very happy so much to see my brother in Africa, all over the world in this occasion. So thank you very much for everyone. Thank you very much. I appreciate it. Thank you to the world. Thank you so much. نقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم وجمع لكم بخير. Thank you.
ساعدوني وتمت الفرحة هذه على خير. والله الناس احرجوني اليوم صراحة، أنا ما أدري. المهم كل شخص جاء اليوم إن شاء الله رد له هي في زواجه ولا زوج واحد من أقاربه فردا فردا، ويعطيهم العافية ما قصر، والله يجعل في ميزان حسناتهم إن شاء الله يوم القيامة. أقول لهم أنتوا عزوتي، أنتوا أهلي وناسي، أنا منكم وأنتوا مني، الله يخلينا البعض ولا يفرقنا. الله يحفظها، يهدي سرها، ويجعلها زوجة صالحة إن شاء الله يا ربي. الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحاتي. الحمد لله الله بارك الله ميلا فوق بارك الله كألا فوق مصمم بيني تسقى فوق صادنا جامين بينا لا لا تجينا أنا لاني كوي نبي نوكرا كوي يا ربي أما أمو يجينا لا في ماما كلم كوي نكوي يا ربي ما بلجي لينا دوغة كوي نا يا سا الله كنا توربا فرين كنا نا الله فرين فري مين باتو سلام بلجي لينا نفاس رانا الله كفن بوانا مين باتو جينس كان نفاس